هناك خماسية، هذه الخماسية على النحو الآتي: لا بد أن تكون لغة القانون، ومن ثم اللغة التعاقدية المعيارية، ومن ثم العقد القانوني المعياري، لا بد أن يتحلى بالوضعية. ما الوضعية؟ الوضعية هي صفة تطلق على الألفاظ وعلى دلالات الألفاظ. يعني إيه لفظ وضعي؟ يعني لفظ خلق هكذا، لفظ يطابق معناه، وضع لأصل معناه أو يطابقه. أما يلزم منه معناه، لا، الدلالات اللزومية والدلالات التضمنية لا نريدها. نحن نتحدث هنا عن الدلالة الوضعية، وهي أقوى الدلالات. يعني عندما أقول شمس، هي الشمس هذه، لا أقول وجه مشرق كالشمس، أو لا لا لا، الدلالة اللفظ الذي خلق لهذا المعنى. لماذا؟ لأن هذه حقوق، لابد أن تكون الألفاظ موضوعة إزاء معانيها. فإذا الوضعية هي صفة للألفاظ، كذلك هي صفة للدلالات. إذا هنا يحظر علينا أن نستخدم الألفاظ الانزياحية، الألفاظ المجازية، الألفاظ ذات دلالة التضمن أو ذات دلالة الالتزام، إلا إذا كانت لها قرائن قانونية. ولكل هذا تفصيل سنأتي عليه إن شاء الله. ومثال ذلك مثلا عندما نكتب عقد بيع متجر واستمرار استخدام عمالته، عقد بيع وحدة سكنية، عقد بيع شقة، عقد بيع أرض، لازم متجر يعني متجر، ليس هناك مجال للتغيير في دلالات هذه الألفاظ. الأرض أي الأرض، أرض مدني، أرض زراعية، أيا كانت الأرض، شقة 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 يعني سكنية، قلت وحدة الأمر يحتمل، ولكن الوحدة يغلب عليها أن تكون سكنية، محل يعني محل إما إداري أو تجاري. يعني هناك دلالات لا يمكن أن تتزحزح عنها اللفظة القانونية في العقد القانوني المعياري، وإلا تخلخلت الدنيا وضاعت الحقوق بين أصحابها ولدى أطرافها. ثم الصفة أو السمة الثانية للغة القياسية في العقد القانوني المعياري هي صفة الوصفية. وصفة الوصفية هذه صفة تعنى بالجمل والعبارات، يعني العبارة تصف، ليس هناك لغة شعورية، ليس عندنا مشاعرها هنا، ليس لدينا جمل مثل الجمال والحب وبرتاح وما برتاحش وبستريح نفسيا، وهذه يعني إيه هواؤها جميل، الشمس تسطع عليها، الكلام هذا لا يكتب في عقد. ولكن نحن وضعيين وصفيين، نصف وتوضع الألفاظ بإزاء دلالات معانيها مباشرة، ليس ها هنا مجال للتشبيهات ولا للاستعارات ولا للبلاغات ولا لعلوم البيان والبديع والأنساق البلاغية البيانية المعروف. فاللغة وضعية وصفية. ثم تأتي السمة الثالثة، هي سمة الحدية. هذه من سمات العقد القانوني المعياري القياسي، ومن سمات اللغة التعاقدية المعيارية القياسية، ومن سمات لغة القانون في جل أحوالها. والحدية هي ناتج ما سبق قبلها من سمات: سمة الوضعية إزاء الألفاظ، ثم سمة الوصفية إزاء الجمل والعبارات. تكون اللغة حدية، أي محدودة، أي مقيسة، كل شيء محدد، كل شيء محدد معدد، مذكور على الوجه الأكمل وصفا ووضعا ونصا، بحيث لا يلبس. لماذا؟ لأن هذا هو العقد القانوني المعياري المثالي، غيره يحتذي به. فاعلم أن عقدك لو خلت منه الوضعية أو الوصفية أو الحدية فهو عقد سيوصف بأوصاف وصم، أوصاف نقص، وليست بأوصاف حمد ولا مدح له. ثم لدينا السمة الثالثة، ألا وهي سمة الوضوحية. الوضوحية يعني ألفاظك ودلالاتها ومدلولاتها تكون ألفاظ واضحة بالنسبة للإنسان العادي في السياق العادي الطبيعي للأمور، فالتجار والناس في الأسواق وعامة الناس ينبغي أن تكون لغتك واضحة لهم، لأنها لغة تعبر عن إراداتهم، عن التزاماتهم، عن حقوق وعن مقتضيات، عن واجبات. فإذا تكون اللغة وضوحية. إذا لا مجال هنا لاستخدام المشترك اللفظي، أي اللفظة التي تدل على أكثر من معنى، كما في لفظة العين، العين بمعنى الجاسوس، العين بمعنى عين الماء، العين بمعنى المال أو الكنز، العين بمعنى العين الباصرة. لا، نحن نريد العين الباصرة، لأنها الدلالة الوضعية الأصلية للكلمة. كذلك ينبغي أن نبتعد عن الأضداد. وما الأضداد؟ وهي تلك اللفظة التي تحمل معنيين متناقضين متخالفين لا متنوعين ولا متعاضدين، دي اسمها أضداد. زي كلمة مولى، كلمة مولى تدل على العبد وعلى السيد في نفس الوقت.
الأسواق. وكذلك كلمة قرء تدل على الإيه؟ يعني الحيض، وتدل على الطهر في وقت واحد. هذه ألفاظ ملبسة ملغزة، يعني ينبغي الاحتراز منها. والعقد القانوني المعياري القياسي لا يستخدم هذه الأشياء البتة. كذلك عقدك أنت أيها القانوني ينبغي أن يحذو حذو العقد القانوني المعياري القياسي. وكذلك هناك بعض الأفعال وبعض الألفاظ التي يقلب معناها، كما في كلمة أعذر أي أزال العذر، هي عذر يعذر يعني التمس المعذرة، أما أعذر يعني أزال العذر، ولهذا تفصيل. كذلك كلمة أشفى، أشفى يعني أزال الشفاء. لو عايز تدعي على واحد ما بتحبوش قل له أشفاك الله، يعني لا شفاك الله، فأشفى أي أزال الشفاء. كذلك أعتب، أعتب يعني أزال الإيه؟ العتب. هي عتب يعتب، مش أعتب أعتب، لا أعتب أو أعتب يعني أزلت العتب عنه وأخذته بما صنع. فليتبصر إلى ذلك، لأن هذه مهمات ولنا فيها بإذن الله وقفات تفصيلية كثيرة. السمة الخامسة للغة التعاقدية ولغة العقد القانوني المعياري ها هنا، وهي باسم إيه؟ التفصيلية. لابد من تفصيل، لابد أن تذكر كل شيء في موضعه. إياك أن تضمر، إياك أن توجز. احذر الضمائر، احذر ضمائر المتكلم أنا نحن، احذر ضمائر المخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتم. هذه الأشياء لا يجوز. ولا ضمائر الغائب، هو، هي، هما، هم، هن، فهذه لا تجوز بحال أيضا في اللغة القانونية المعيارية، لغة العقد القياسي المعياري. فلينتبه إلى ذلك. وكما ذكرنا في المكون الأول القانوني، المكون الأول القانوني سقوط هذه اللغة تجعل عقدك ذا بطلان، ذا فساد، أو عقدا معلقا. كذلك الأمر هنا بالنسبة للسمات والخصائص اللغوية في العقد القانوني المعياري. عند توافر هذه الصفات نقول العقد واضح، ضده عند اختزال الوضوح صفة الوضوحية يبقى العقد مبهم، وعند توافر صفة الوصفية يبقى العقد جامع، جامع مانع. يعني لن نقول جامعا مانعا، يعني هو ليس منطق، ولكن على الأقل يجمع جميع الأركان والشرائط والمهمات، حينها يسمى العقد عقدا جامعا. فإن تخلى ذلك فهو عقد ناقص. والعقد الناقص أو المنقوص، هذه منقصة تؤثر على عقدك من الناحية القانونية حتما، لا مراء في ذلك. ثم إذا توافرت هذه السمات والخصائص التي ذكرناها، هذه الخماسية اللغوية، يكون العقد سلسا. عقد سلس يعني إيه؟ مرتب، فيه سلاسة، تقرأه أي إنسان يستطيع أن يقرأه بسهولة وأن يهتضمه بيسر وأن يستوعبه من المرة الأولى أو من القراءة الأولى. وضد ذلك عقد معضل، عقد معقد، عقد مشكل، عقد ملبس، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي نصف بها العقد حال سلبه من صفة السلاسة. كذلك يسمى العقد أديب. لمجمل ما سبق يسمى عقد أديب يعني عقد أدبي، وما هو بأدبي في الحقيقة، ولكن هو عقد من شدة ترتيبه ووصفيته ووضوح دلالته وحديته وتفصيليته ووضعيته، فيه سلاسة وفيه شيء كأنما هو أدب، ولكن هو أدب وضعي أو أدب طبيعي، وليس أدب بلاغي انزياحي، يعني ذي تشبيهات وتصويرات واستعارات وكنايات وأشياء لغوية التي نراها في المصوغات الأدبية من شعر ونثر. وأيضا يحكم على العقد عند توافر هذه الخماسية بأنه عقد مسبوك أو عقد محبوك، فيه سبك، فيه حبكة. وإن نقصت هذه الصفة أو تخلى العقد عنها يكون عقدك مهلهلا، عقدا مفرقا. بعضهم يصف ذلك بإيه؟ العقد الشتات أو شماطيط، أي المشتت. وبقدر انتقاص عناصر اللغة، بقدر ما وقع تحت الطوائل القانونية وتحت المسؤولية التي قد تودي به إلى الفساد أو تودي به إلى التعليق أو إلى غير ذلك من الأحكام القانونية التي تناسب نقص هذه السمات وتلك العناصر في العقد. أضف إلى ذلك أنها تؤدي إلى تخاصم واختصام وإلى تنازع ما بين الأطراف وإلى ضياع الحقوق.